شو منين جايبه هالاشباط؟ مين وصف لك ياهم؟ جوزي جاب لي ياهم، والمسكين تعذب كثير لحتى يلاقي واحد مسافر ويوصي عليهم. المسكين؟ المسكين عم يضحك عليكي. شلون؟ لك هدول العشبات بتاخذهم المره مشان ما تحبال، ومليان منهم بالسوق. انت متاكده من هذا الكلام؟ لك لكان اكيد متاكده. لك بدك نصيحتي، وقفي انك تاخدي هدول العشبات وشوفي شلون رح تحبلي، ولا تقولي له. تعي تقبريني، تعي. والله ما عاد اقدر اكل حبيبي. بس هلا من كرمالي كرمال ابننا، تعي. اوه وانا كرمال ابننا بدي احكي معك بسيرة حبيبي. سيرة شو؟ حبيبي والله العظيم انا عم خاف لحالي هون، وانت عم تتركني لحالي كثير. اخ والله بعرف حقك حقك، بس باذن الله مو مطولة. انت وعدتني انك تطلق صبرية بعد ما نحن نتزوج، وهلا حيصير عنا ولد ولهلا ما طلقتها. وحياة عيوني رح طلقها، رح طلقها، بس لاقش المصاري اللي معها، بعدين بدي زتها مثل الخرقة. وحياتك مو مطولة، يلا يا عيني على هالبندورات. تاكل زي وزعتر روحي. ولك دخيله انا اللي جاي على الطريق. يا عيني. كاسة الأعشاب لإلي وكاسة الشاي لإلك. بكريتو ربي لا يحرمني هالقامة، وحياة عيونك هي الكاسة ما حدا بيشربك ياها غيري. قربي اشربي اشربي بإيدي. غبة وحدة. إيه إيوة 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 إيوة. كمان 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 كمان. استنى علي شوي. كلها وحدة إيوة. مو مشانك حبيبتي، مشان الأولاد. كمان كمان كمان. ريتو إن شاء الله صحة وهنا. ريتو ألف صحة وهنا. على قلبك دايما تقبريني. يلا بخاطرك. شبك؟ لك جميلة شبك؟ يمكن حالا روحي بتضايق. شو عمل يعني؟ من وين تجي بتضايق؟ ما بعرف شي بتضايق. إيه ضايق؟ طيب طيب طيب. خليك خليك. آخ يا بطني، آخ يا بطني. عملت مثل ما قلتي لي، وحاسة إنه هالمرة غير كل المرات يلي قبل. إيه إن شاء الله يا رب. قومي لنشوف. يو لك ليش زعلانة؟ لازم تنبسطي، إيه رب العالمين فرج عليكي وحبلتي. أنا زعلانة لأنه طلع ما بيحبني، ومقهورة لأنه ما بده أولاد مني. لك حبيبتي بجوز هو ما كان بيعرف إنه هدول العشبات ما بيخلوا الوحدة تحبال. لو ما بيعرف كان غيرهم لما شافهم ما فادوني، بس الحمد لله حبلته غصب عنه. أم سعيد! يا أم سعيد! شو في؟ أخت شغيلي ساعدوا عم تولد وبدهم إياكي عندهم بالبيت. وين ساكنة؟ بالحارة اللي جنبنا. امشي أنا بدلك. يلا يلا جاي معك. يلا يلا بخاطري. الله معك. فوت شوف ابنك، بس الله يسامحك على هالعملة. ابني؟ كل هدول عليك. هدول حلوان الولد، والباقي مشان ما تجيبي سيرة لحدا. ايه ما حجيب سيرة، مو مشان المصاري، مشان صبرية هالدرويشة ما تزعل. لك خلص هلا مرقي لنا اياها. جميلة! يعطيك العافية يا خانو. الله يعافيك. عم دور على معلمي شكري ما عم لاقيه. ايه اذا مشان اختك لا تاكل همها، لانه جوزي اخذ الداية وراح لعندها، هلا بيكون عم يولدها. عن شو عم تحكي خانو؟ عن اختك يلي اجاها الطلب. لك اختي شو؟ انا ما عندي اخت. لكن لشو عم تدور على جوزي؟ اختي هي ثالث مرة بيجي فيها صاحب حمل القمح وما بيلاقيه، يعني الزلمة بده حسابه. ايه بس يجي بقول له يروح لعندك. ايه كتر خيرك. السلام عليكم.
أنا بعتت وراكي مشان تدليني على بيت الحرمة يلي أخدك لعندها جوزي. ليش عرفتي؟ عرفت. مشان الله ما تواخذيني، والله أنا ما حكيت قدامك مشان ما تزعلي. ليش شو مخبي علي؟ احكي أم سعيد. لك الحرمة يلي إجا أخدني جوزك مشان ولدها وقال إنه هي أخت شغيله، طلعت مرته. ايه وجابت له ولد، مشان الله ما تزعلي مني. اذا بدك ياني ما ازعل منك، تعملي حالك ما حكيتي لي شيء بنو بنو. ايه بعمل حالي ما حكيت لك شيء. وبدك تدليني على البيت اللي مقعد فيه حرمته. ايه شو عليه؟ دلك علي. الله يرضى عليك يا جميلة، بديري بالك على حالك وعلى ابنك. وانت لا تطول غيبتك علينا ورجع دير بالك علينا. اه؟ ما رح طول عليك، وبس ارجع جايب لك شغلة بتحبيها كتير. شو هي؟ بس ارجع بتعرفي. يلا سلام. مع السلامة. يا رب. الله معك. ولك شلون؟ عم قلك انا حبله وبالشهر الثاني. ولك ما بيصير تكوني حبله. ما بيصير كون حبله لو ضليت عم اشرب العشبات يلي عم تجيب لي اياهم، بس انا ما عدت شربتهم من لما كشفتك. شو قصدك؟ انا عرفت انك متجوز علي، وعرفت انك عم تجيب لي العشبات مشان ما احبك، وعرفت انه صار عندك ولد كمان، بس ما عرفت ليش هيك عم تساوي فيني. لاني ما بحبك ولا بطيقك ولا بدي اجيب منك اولاد. لكن ليش تجوزتني؟ مشان مصاريكي. وبكل عنوقها عم تحكيها؟ وهلأ إذا ما بتتنازلي عن كل وردتك ما رح خلي هذا الولد ببطنك. إيه أنا بموت وما بخليك تقرب على الولد. تعي لهون وليخ. تعي لهون. بدك تعملي اللي عم بقلك عليه. عم تفهمي؟ بدك تعملي اللي عم بقلك. بدك تنزلي ورجلي فوق راسك وليخ. ما رح نزل الولد. ما رح نزله. بدك تنزلي ورجلي فوق راسك وليخ. ما رح نزله. بدك تنزلي غصب عنك، وبدك تجيبي الحجج والمصاري والورده تبع ابوكي. انا الولد ما رح نزله وما رح اتنازل عن شيء. مين؟ انا الخدامه يلي بشتغل عند بيت شكري بيك. شو بدك؟ شكري بيك بعتني لعندك مشان اقول لك تروحي لعنده على البيت، لان حرمته تركت البيت بعد ما طلقها. ايه 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 يلا هلا رايحه. أنا جاية أقدم شكوى. شكوى؟ على مين شكوى؟ على طليقة جوزي جميلة. ليش شو عملت معي؟ حاولت تقتلني، وكمان بدها تقتل جوزي لما يرجع على البيت، وأنا بدي توقفوها يا سيدي قبل ما تقتله. أنتِ متأكدة من هالحكي؟ طيب، ساعدوا جهز لي الدورية بسرعة. شكري رد علي. ببعد لي همه شكري. شو عم الله شكري يا ربي قتلتي يا بنت الحرام. انا ما قتلته، انا ما عملت شيء. الله لا يوفقك شكري. انا ما عملت شيء والله ما عملت شيء. هلا بالكراكون نعرف اذا عملتي ولا لا. خذوها. والله ما عملت.